خرائطهم ومخططاتهم لن ترشدهم إلى وطن ليس حقهم، ومناظيرهم وألوانهم وأقنعتهم ستزول حتما لا محال. كل ذلك لم يجد نفعا، بل كانت عقولهم وأسلحتهم تحيك خرابا عليهم أمام مجموعة من الشبان الذين استطاعوا أن يحاصروا ثلاثة من الجنود بعدما تسللوا خلسة بالقرب من أحد المنازل في بلدة سلواد ليتم اكتشافهم لاحقا. أيوه هيا وقفوا خليش. الجنود المحاصرون لم يستطيعوا الفرار، فعدد الشبان كبير وحجارتهم أكبر. ليبدأ الجنود بإطلاق الأعيرة الحية باتجاه الشبان وسط صيحات الاستنجاد عبر أجهزة اللاسلكي بمعسكر قريب في المحيط. وكان الشبان يرون بأعينهم هرب الجنود، وكانت كاميرتنا تسجل ذلك أيضا. نصف ساعة تقريبا مضت، وكان الجنود فيها يحتمون خلف أسوار المنازل وبالكاد يستطيعون حماية أنفسهم من الحجارة، حتى دفع الاحتلال بعدد آخر من جنوده الذين تمركزوا في محيط منازل المواطنين وسط مواجهات عنيفة وإطلاق عدد كبير من الأعيرة الحية، تم خلالها إصابة شابين بالقدم، أحدهما اخترقت رصاصة قدميه الاثنتين، وصفت جراحه بين المتوسطة والخطيرة، نقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله لتلقي العلاج. أن ترى جنود الاحتلال صاغرين هاربين بات مشهدا مألوفا في بلدة سلواد، فقد كان المشهد ذاته واضحا عندما هاجم الشبان بحجارتهم عددا من جنود الاحتلال الذين لم يجدوا سوى أرجلهم المتعثرة للهرب. عدد من الشبان هنا يحاصرون عددا من جنود الاحتلال الذين لم يجدوا سوى الاختباء بين المنازل، وحتى سلاحهم لم ولن يسعفهم. من بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، علي ضرعلي، تلفزيون فلسطين.